مرحبا بكم في المنصة. أدت الحرب إلى نزوح مئات الآلاف من اليمنيين إلى الدول العربية والعالمية، غالبيتهم يعانون من عدم القدرة على التسجيل في المنظمة الدولية للاجئين. فاليمن تعد أول دولة في العالم تعاني من عدم تسجيل لاجئيها لدى المنظمة الدولية، لكن الأكثر ضرراً منهم أولئك الذين ظلوا عالقين في مفترق دول، حيث لم يصلوا إلى الوجهة المنشودة ولم يستطيعوا الرجوع إلى اليمن بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، فظلوا محاصرين في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة. عن صرخات اللاجئين اليمنيين اللامسموعة في أطراف العالم سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم نتابع هذه التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب لبعض اللاجئين اليمنيين في مختلف دول العالم. نحن اللاجئون في داخل المايوت الفرنسية، طبعا أنا واحد من اللاجئين في داخل المايوت الجزيرة الفرنسية. طبعا احنا حالتنا هنا صعبة جدا جدا جدا، يعني معيشة، يعني غلى المعيشة، يعني ما في حقوق، ما في جدا حقوق، ما في لا حقوق انسان ولا في منظمات ولا في اي حاجة يعني انت تدعمنا ولا شيء، يعني كل شخص بيدفع من جيبه، يعني واللي ما عنده بيموت هنا. طبعا هنا لنا هنا انا عن حالي لي سنتين هنا، منتظر لي المحكمة لي سنة وستة شهور منتظر محكمة، جلسة بالمحكمة، ما في جلسات عندنا ما في محاكم. طبعا اخر اوراقنا ما في، يعني معاملات زي ما مثل اي لاجئ ثاني مثل السوريين مثل الافارقه. طبعا احنا لاجئين، احنا منفيين كلمه لاجئين. متى وصلت الى جزيره ميوت؟ في شهر 5 2018. يعني اكثر من سنتين، يعني قدك بالسنه الثالثه. طيب حصلت اوراق؟ حصلت على شيء كويس. طيب كيف وصلت الى جزيره ميوت؟ وصلت سفرا من اليمن الى السودان. طيران. أها. ومن السودان إلى كينيا، ومن كينيا إلى جزر القمر. جزر القمر. كم تبعد جزر القمر على ميوت؟ لا أعرف، بس أنه كان طريق ماشي شاق جدا. شاق يعني عن طريق؟ عن طريق؟ عن طريق البحر في سفينة صغيرة. قارب يعني. طيب. كم استمر البحار في القارب هذا؟ سافرت من جزيرة اسمها موروني إلى جزيرة إنزوان. استمرت في القارب 6 ساعات أو 7. تمام. طبعا في هذا الطريق الذي يقود القارب قال سبحان الله أننا جينا يعني بعجوبة. كويس. كان متوقع أننا نموت. وكانت الأمواج شديدة جدا. انطلقنا واستمرنا في الانطلاق 26 ساعة حتى وصلنا إلى مقربة من جزيرة أخرى. فاتفق المهربون على أن ننقلب، أن نتحول إلى الجزيرة، أن ننزل إلى الجزيرة الأخرى ساعتين أو كذا. فنزلنا إلى الجزيرة الأخرى فظلينا هناك 5 أيام وعانينا معاناة صعبة. بعد الاتفاق مع المهربين أن ننطلق إلى الجزيرة المقصودة، بدأنا في الرحلة. بعد صلاة العشاء خرجنا في القارب مع المهربين، وبدأ المهربون ينطلقون بأقصى قوتهم، بأقصى طاقتهم وقوة القارب، حيث أخبرناهم أننا سنموت. وكانت الأمواج ترتفع والسرعة كبيرة جدا جدا. رأيت الموت بعيني في تلك اللحظة. رأيته في أم عيني أنا وصديقي الذي سافرنا معا. على مستوى المنطقة نقول مقبولة الدعم من الصغار الفارقة، ولكن نحن العرب وخاصة اليمنيين منسيين ومنفيين. وكأنها حكاية من الخيال. الآن معنا أول المتصلين، أحمد من الصومال مقديشو. مرحبا بك أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أخي العزيز، موضوع اللاجئين في الصومال، اللاجئين في الصومال منذ أكثر من 5 أعوام ونصف وهم يعانون من مأساة حقيقية وكارثة بشرية بمعنى الكلمة. المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان داخل الصومال وهي UNHCR، وهي من تقوم بنهب اللاجئين اليمنيين وحقوقهم والمستحقات المفروضة للاجئين منذ 5 أعوام. المنظمة UNHCR هي المنظمة المعنية بشؤون اللاجئين داخل الصومال، وهي من تقوم بالنهب وحرمان اللاجئين من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
طلب اللاجئين في الصومال بشكل عام هو إعادة التوطين. أعتقد أنه اللاجئين متواجدين منذ أكثر من 5 أعوام داخل الصومال، ومن حقهم ومن أبسط حقوقهم طلب إعادة التوطين، أو في أبسط الأحوال توفير الحياة الكريمة لهم في الصومال، بحيث أن اللاجئين منتشرون في جميع أنحاء الصومال، لا مساكن، لا تمويل، لا مساعدات إنسانية، لا أي شيء. نعم، لكن وكلها منهوبة باسم الـ UNHCR. أحمد، أنت الآن دخلت في الموضوع مباشرة، وهذا يعني من الإلحاح الذي بداخلك، ولكن السؤال هنا: ما الذي دفعك أصلا للخروج من اليمن؟ الذي منعنا الخروج من الصومال هو عدم توفر مثلا أبسط الوسائل للخروج من الصومال. لا، بحيث أن الصومال سؤالي أحمد، الوحيد سؤالي لماذا خرجت من اليمن؟ التي وفرت ظروف الحرب هي اللي أجبرتنا، ولقمة العيش، بحيث أننا نعول عوائل وأسر في اليمن، وصعوبة العيش في اليمن وتوفر اليمن، ونحن من سكان المناطق الشمالية المتضررة أكثر ووجود جميل. إذن هل ذهبت من اليمن مباشرة إلى الصومال، أم كيف هي الحكاية؟ ايوه، خرجت من اليمن الى الصومال دايركت. جميل. اذا خروجي من اليمن من صنعاء الى ميناء المخا، ومن المخا الى الصومال مباشره. جميل. اذا اخترت الصومال، على اي سبب اخترت الصومال؟ اخترت الصومال بحيث انه اقرب بلد الى اليمن في الوقت الحالي، والسيوله الموجوده لدينا هي كانت الوسيله الوحيده لقروبنا الى الصومال. لا يوجد اي مكان قريب الى اليمن غير دوله الصومال الشقيقه، التي نشكرها بجد وبفعل، التي فتحت ايديها لليمنيين بشكل عام وبدون شروط او قيود. ونحن نعيش بالصومال كاننا مواطنون صوماليون، الشهاده لله هذه في كل الاحوال. نعم. إذن أحمد، كيف تجد تفاعل المنظمات الموجودة داخل الصومال المعنية باللاجئين؟ هل تتعامل مع اليمنيين كما تتعامل مع الجنسيات الأخرى، أم أنه هناك تمييز بين هذه الجنسية وبين أي جنسية أخرى؟ المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين في الصومال لا وجود لها، وبالذات مع اليمنيين. منذ أكثر من 5 أعوام واللاجئين يعانون من أبسط مقومات الحياة الكريمة. أستاذي الكريم، نعم، إذن هناك في الصومال أحمد توجد جالية كبيرة يمنية، وتوجد أيضا سفارة. ما عمل هؤلاء، سواء الجالية أو السفارة وهي المعني الأول بحقوق المواطن اليمني في أي دولة؟ السفارة اليمنية دورها فعال، ومع كل مواطن يمني كان لاجئ أو كان مقيم في الصومال. لكن بخصوص موضوع اللاجئين الريفيجي، المنظمات الإنسانية هي التي طلبت ابتعاد السفارة اليمنية عن التدخل في شؤون اللاجئين، بحيث أن اللاجئ تحت حماية المنظمة السامية الـ UNHCR. جميل. ما الذي قدمته هذه المنظمة؟ المنظمة لم تقدم شيء على مر 5 أعوام و6 أشهر، إنما أحرمت كمان اللاجئين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة. في العاصمة الصومالية مقديشو، يقولون المنظمة السامية تقول بأنه متوفر لدى اللاجئين شيئين: الصحة والتعليم. قاموا بإزالة التعليم وتوزيع الطلاب اليمنيين في جميع مدارس الصومال، بحيث أنه دمج مع الصوماليين، بحيث أنه كانت في البداية وجود مدرسة خاصة باللاجئين اليمنيين متواجدة في الصومال، وقاموا بإزالتها ودمج الطلاب مع بقية الصوماليين، مع الشعب الصومالي. هذا واحد. وفي الفترة الأخيرة تم إزالة التأمين الصحي لجميع اللاجئين، وإزالة شيء اسمه مستشفى لعودة اللاجئين إلى المستشفى للعلاج. نعم أحمد، بالنسبة لكم وأنتم نعم اتضحت الصورة. بالنسبة لكم وأنتم تعيشون في الصومال، كيف تأقلمتم مع الطبيعة هناك، مع ثقافة الشعب الصومالي؟ هل هناك مشاكل ومعاناة تجدونها وأنتم تعيشونها في أرض الصومال؟ لا توجد أي مشاكل، الحمد لله، مع الأخوان في دولة الصومال، جمهورية الصومال الشقيقة، بل لكن لهم كل الاحترام والتقدير، بحيث إنهم فتحوا لنا أبواب بيوتهم واستقبلونا بصدر الرحب. ونشكر الشعب الصومالي، رئاسة الجمهورية الصومالية، ونشكر الشعب الصومالي الذي وقف معنا في محنتنا على مر 5 أعوام وأكثر من 5 أعوام. وإنما المشكلة الأساسية هي مع المنظمات السامية، أو المنظمة المزعومة برعاية شؤون اللاجئين، وهي من تقوم بسلب ونهب حقوق اللاجئين على مر 5 أعوام و6 أشهر، وهي تقوم بإزالة كل شيء
لمصلحتها وتقول لا توجد أي مساعدات، لا توجد لدينا أي توفير لأي مجال، حتى موضوع السكن أبسط مقومات الحياة الكريمة لا توجد. أشكرك. لاجئين منها وتوجد توجد نعم. أسر يمنية والله العظيم، والله لو توجد تشوفوها بعيونكم يمكن حالكم يرثى، يعني ساكنة في غرفة واحدة 7 أنفار 8 أنفار من غير الله يكرمكم حمام WC الحمام. يعني نحن هنا كوسيلة إعلام نحاول أن نقوم بواجبنا وأن ننقل أصواتكم والصور التي تأتينا من لديكم. أشكرك أحمد، كنت معنا من الصومال. الآن اتصال آخر معنا بسام، وهو أيضا لاجئ في الأردن. مرحبا بسام، مساء الخير. يا مساء النور. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تحية طيبة لك أستاذي وأخي الكريم وللمشاهدين والمستمعين الكرام. مرحبا بك. إذن الأعداد كبيرة في الأردن، بس كيف هو الوضع هناك ولماذا قررت الاتجاه للأردن دون غيرها من الدول؟ نعم أنا سبب سفري إلى الأردن، أنت عارف الأحداث كما جرت في اليمن، وهي حرب، صراعات داخلية وحصار دولي، وأيضا تسبب في مجاعة في اليمن منها أمراض وغيرها، هذا مما تسبب إلى الهجرة وإلى السفر. يعني أنه أنا قاصد بلد تكون آمنة، أمن على حياتي وحياة مستقبلي، وأستطيع أني أعيش وعيش أسرتي. طبعا هذا شيء معروف عند العالم كله. يعني أنت اتجهت بسام إلى الأردن برفقة عائلتك؟ لا أنا سافرت وحيد لحالي. طبعا عائلتي في اليمن. نعم آه. إذن اتجهت للأردن للعمل أم لماذا بالضبط؟ اولا قاصدا اللجوء الانساني والحمايه. هل تقدم الاردن الحمايه واللجوء بالنسبه لقانون القوانين داخل الاردن؟ بالنسبه للقانون الاردني كبلد، قانون الاردني القانون يحمل جميع تحت ظل القانون، والرايه الهاشميه الاردنيه هي تحمل الجميع والكل سواسيه في ظل القانون. هذا هو قانونهم. ثاني شيء، احنا قدمنا، طلبوا منا ان احنا نقدم لجوء بالمفوضيه. أنا أكمل كما تحدث أخي من الصومال. نعم. طبعا في هنا يمنيين لاجئين على ما أعتقد منذ 10 سنين مقدمين عن المفوضية على UN. فإحنا لو تحدثنا عن وضع اللاجئين اليمنيين بصراحة يعني في معاناة شديدة جدا، في صعوبة بالعيش. ثاني شيء كل ما جاء من عام أشد من عام، يعني يضيق بنا الحال كلاجئين يمنيين، يضيق بنا الحال كل ما جاءت من سنين وتقدمت السنين يضيق. لم نجد هناك أي معين، أي مساعدة دولية، أي إغاثات، أي حقوق إنسان. لأنه لو تحدثنا عن المفوضية كلاجئين وفق شروط بروتوكول اللاجئين في العالم، نعم. طبعا القليل منا يعرف أن المفوضية لشؤون اللاجئين وضعت حقوق للاجئين في بروتوكول عام 1951، وهي شروط، 5 شروط يجب أن يحصل عليها اللاجئ، ومن أهمها هي حرية الدين أول شرط، ثاني شرط حرية التنقل، حرية العمل، حرية التعليم، عدم الطرد من البلد اللي أنت لاجئ فيها أو الإبعاد القسري. طبعا إحنا هنا في الأردن نعاني طبعا وفق قوانين وزارة العمل الأردنية، عندهم قوانين ونظام إحنا لا نستطيع نعترض عليه، مش من حقنا أيضا نعترض عليه. كثر الله خيرهم. طبعا الشعب هنا شعب عظيم وشعب كريم، والحكومة طبعا تعاملنا بكل لطف واحترام. طب يا سيدي، في شروط تنطبق على العامل الوافد، أنه في شروط في مهن أنت ما تستطيع تشتغل فيها، وليجب أنت أنك تحمل تصريح عمل وإقامة. طب أنا لاجئ، تصريح العمل غالي، أنا ما أستطيع أنه أدفع تكاليف تصريح العمل سنويا. رحت على المفوضية قلت لهم أنا محتاج عمل أكل وأشرب. طبعا هذا عمود الحياة، يعني عمود الحياة أنك تشتغل، أن يكون لديك عمل من أجل أنك تعيش. طبعا المفوضية تقول إحنا ليس لنا دخل، روحوا على وزارة العمل سووا تصريح عمل. نروح نرجع على وزارة العمل، وزارة العمل يقول لك أول شروط أن يكون لديك تصريح عمل يجب أن تتخلى عن المفوضية، أنك تتنازل عن ملفك في المفوضية. طيب بسام لماذا لا تتنازلون عن المفوضية وهي لم تقدم لكم شيئا طوال هذه الفترة حتى تتمكن من العمل داخل الأردن؟ ما هو يا سيد الكريم، لو تنازلنا في مجموعة شباب احنا بتنازلنا عن المفوضية يمكن نضر كثير من الأسر واللاجئين، منهم المعاقين، منهم الأمراض، ومنهم النساء. نعم. هذا يسبب إشكالية عليهم. بالنسبة للمنظمة الدولية للاجئين، ما سبب عدم تسجيل اليمنيين بالذات في هذه المنظمة؟ هل ذكر لكم السبب عندما تواصلتم مع المنظمة؟
نعم يا سيدي، هذا هو، هذه هو سر احنا لازم احنا جالسين نبحث عنه، هو انه لم يتم ادراج كثير من ملفات اللاجئين اليمنيين في برنامج إعادة التوطين. يعني لم يتم الاعتراف باللاجئ اليمني على انه لاجئ، ولم يتم الاعتراف بان اليمن بلد منكوب، مع انه وفق تقارير الامم المتحده ان اليمن شكلت اكبر مجاعه انسانيه في العالم لحد الان. اليمن تعد اكبر ارض فيها مجاعه. نعم، اذا انتم كلاجئين بسام، هل تواصلتم مثلا مع السفاره او مع وزاره الخارجيه؟ هل من جهود من قبلهم؟ نعم، في جهود. طبعا سفيرنا احمد العمراني بارك الله فيه وبطاقم السفاره والله بذلوا جهودهم، تعبوا يعني وحاولوا جاهدين. بس هناك يا صديقي هناك حلقه مغلقه حول ملفات اليمنيين انه لم يتم الاعتراف بلجوءهم. في حلقه، في سر وراء هذا الموضوع، احنا مش عارفين ايش الموضوع، مش قادرين نوصل له. انه لما تسال محامين دوليين، تسأل الشؤون الاجتماعية في المفوضية، تسأل المنظمات الدولية الأخرى، يعني محتار، يعني هو مش قادر يجاوب على سؤالك، يعني في نوعا ما غموض. ثانيا يا صديقي، إذا ما اعترفوش بملفاتنا إن احنا لاجئين، أول شيء سبب علينا أشياء مضرة، يعني بتعب في حياتنا هنا. نعم. أول شيء عانى الكثير من اللاجئين من الجانب الصحي، يعني ما في رعاية صحية كاملة للاجئين اليمنيين. أشكرك بسام، لدينا اتصالات كثيرة بسام، ونريد أن نسمع حقيقة منك ومن الجميع. المعاناة كبيرة، ونحن دائما يعني نحاول أن يعني نذكر هذا الموضوع أكثر من مرة في هذه الحلقة حتى يتسع المجال للاستماع لكل معاناتكم وإيصال أصواتكم. أشكرك بسام، كنت معنا من الأردن. الآن معنا أيضا مالك وهو لاجئ أيضا في جزيرة ميوت. مرحبا مالك. مرحبا أستاذ الكريم. مالك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مالك، أنت متى وصلت إلى الجزيرة؟ طبعا أولا أشكر قناة بلقيس الفضائية لاستضافتنا في الحلقة. طبعا وصلت إلى الجزيرة في 2019 شهر 4. نعم، يعني أنت قررت أن تصل إلى الجزيرة مباشرة أم أن الطريق أدت بك إلى الوصول إلى هذه الجزيرة، أم كيف قررت هذا اللجوء وكيف وصلت إلى الجزيرة؟ طبعا قررت اتخاذ هذه الخطوة في حياتي استباقا للأحداث واستباقا للتقديم في أي دولة عربية حتى يتم تحويلنا عبر المبعوثية. نعم، فقررت استباق الخطوات ووصلت إلى جزيرة ميوت التي تعتبر جزيرة تقع في المحيط الهندي تابعة للحكم الفرنسي، هي فرنسية. طبعا هنا يوجد حوالي أكثر من 35 إلى 40 لاجئ يمني، منهم 25 لاجئ تم ربهم من قبل مكتب أخرى للتوطين، وعشرة أشخاص تم قبولهم في الوقت الحالي، وخمسة أشخاص ما زالوا تحت دراسة ملفاتهم ولم يتم منحهم جلسة. ما سبب هذا الرفض وهذا التأخير؟ بالنسبة للرفض، مكتب أسرة رفض بعض ملفات اللاجئين لأسباب واهية وأسباب غير منطقية. البعض منهم ذكر أنهم من محافظة إب، وأن محافظة إب آمنة و تستطيع العيش فيها، والبعض منهم كان هنالك بعض الشكوك حول جنسيتهم وحول الأوراق التي قدموها للجوء. نعم، إذن أنت مالك، أنت مالك ومن معك في وضع خاص، أنتم في جزيرة. كم استمرت يعني مدة الرحلة التي يعني انتقلتم من خلالها من اليمن حتى الجزيرة؟ ما المحطات التي مررتم بها؟ ما المدة التي قضيتموها وأنتم في الطريق حتى وصلتم إلى الجزيرة؟ حقيقة الدخول إلى جزيرة ميوت هو عن طريق جزيرة مدغشقر أو عن طريق جزر القمر، عن طريق البحر. تستمر الرحلة، بالنسبة لي أنا استمرت الرحلة 26 ساعة حتى وصلت إلى جزيرة جزر القمر، ومن ثم أخذت قاربا آخر من جزيرة جزر القمر إلى جزيرة ميوت، استمرت 13 ساعة.
إذن مالك، أنتم الآن مستمرون وتجلسون في الجزيرة، هل من وعود قدمت لكم لإخراجكم من هذه الجزيرة أو لتحسين أوضاعكم؟ ما الذي حصلتم عليه؟ بعد أن تم رفضنا، أنا طبعا أنا كوني المترجم الوحيد في منظمة سولداريتي، جهزنا بعض الملفات للمرفوضين وقدمنا طعن ضد قرار مكتب الحكرة إلى المحكمة الوطنية للاجئين في فرنسا. قمنا بتجهيز الملفات وقمنا بتقديم إثباتات ووثائق وصحف، وإلى الآن لم يتم إعطائنا أي جلسة استماع. نعم. تواصلنا مع المحكمة الوطنية عن طريق منظمة سولداريتي، وقالوا أن هنالك مشكلة بين التواصل بين المحكمة الإدارية في جزيرة نيوت والمحكمة الوطنية، لأن جلسة الاستماع تتم تلفزيونيا. إذن جلسة الاستماع، نعم، فجلسة الاستماع تستمر أحيانا من سنة إلى سنة ونص، وهنالك بعض الملفات التي استمرت إلى سنتين إلى الآن لم يتم إعطائهم أي جلسة استماع. إذن مالك، خلال كل هذه المدة مالك، كيف تتدبرون أموركم داخل هذه الجزيرة؟ يعني المعيشة تريد مقابل. نعم صحيح. آلية تقديم اللجوء في المنظمة، عندما يصل اللاجئ إلى منظمة سولداريتي يتم صرف له 30 يورو شهريا لمدة 6 أشهر، ومن ثم يتم توقيف هذا الصرف. هي عبارة عن كوبونات وليست عملات نقدية. فطبعا الكثير يعني يعرف أن 30 يورو بالشهر لا تكفي. نعم. حتى قيمة الماء هنا قيمة اللتر الماء صحيح 3 أضعاف قيمة البترول. نعم، أشكرك مالك، وأنت لاجئ في جزيرة ميوت، أشكرك جزيلا. الآن معنا وردة العواضي وهي المسؤولة الإعلامية بمبادرة لامار الدولية لمساندة اللاجئين من أمريكا. مرحبا سيدة وردة. مرحبا بك وجي. إذن بالنسبة للوضع، وضع هؤلاء اللاجئين وهم خارج بلادهم في ظل الوضع المستمر داخل اليمن، كيف هو وضعهم داخل هذه الدول؟ إن كان لديك إحصائية، إن كان لديك يعني معلومات عن بهذا الشأن، وأنت أيضا تشتغلين في هذا المجال. أوكي تمام. أنا طبعا المسؤولة الإعلامية الممثلة من ولاية ماساتشوستس، ليست أمريكا كلها. نعم. لدينا طبعا عدد من الممثلين الآخرين. وضع اللاجئين اليمنيين، طبعا احنا معانا اللاجئين اليمنيين في مناطق العبور في الدول، مثلا الدول العربيه مثل مصر والاردن وتركيا، وايضا هناك في الدول الاسيويه اندونيسيا ماليزيا، وايضا في اثيوبيا والصومال. يعني اعداد كبيره جدا معلقون في هذه الدول العبور، مع الاسف يعني معلقين في هذه الدول. وضع اليمني اللاجئ، يعني كثير منهم في حالة يعني التماس لجوء، يعني المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هناك طبعا بسبب الإجراءات الصعبة والكورونا، يعني هناك من لم يتم الرد على طلبهم اللجوء وما زالوا منتظرين، ووضعهم إقامتهم يعني صعبة جدا، يعني ممكن حتى يعني إذا لم يتم يجددوا إقامتهم ممكن يتم ترحيلهم من هذه الدول، لأنهم لم يتم قبولهم كلاجئين بعد بسبب هذه الإجراءات الكورونا بسبب الانتظار الطويل. هذه واحدة من المشاكل الكبيرة. أيضا لا يستطيعون، الذي يقدم لاجئ في هذه المناطق لا يستطيع أن يعمل، ليس له الأحقية في العمل. وفي نفس الوقت يفترض اليمني اللاجئ أن يجد اللجوء من الدول التي تعيد التوطين، وهذه هي مشكلة رئيسية في هذه القضية، أنه ما زال اليمني غير معترف به كلاجئ إنساني. نعم. رغم أنه ينطبق عليه كل الشروط اللاجئ الإنساني. إذن برأيك سيدة وردة، أين هو أو أين يكمن الخلل الذي يعني يجعل اليمني في وضع يعني مؤقت بهذا الشكل دونا عن غيره من الجنسيات الأخرى؟ طبعا هناك آراء كثيرة أن الملف اليمني مسيس، وهو الملف الوحيد الذي لا يتم التعامل معه كلاجئ إنساني. ونحن هنا في مبادرة لامار نحاول توجيه رسالتنا إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في النظر لأن اليمني حسب اتفاقية عام 1951 اليمني ينطبق عليه شروط اللاجئ الإنساني، وله الأحقية أن يعترف به كلاجئ إنساني وأن يتم التعامل معه مع بقية الجنسيات الأخرى، وأن يجد اللجوء في الدول التي تعيد التوطين. نحن ما زلنا نتحرك في هذا الشأن، وندعو أيضا الإعلام
الإعلام والناشطين والمنظمات الحقوقية في النظر إلى هذا الملف الذي تم إهماله ولا يريد تحريكه إطلاقا. إذن الوضع هو مستمر من يعني من فترة طويلة، أين هو دور المنظمات المعنية بهذا الشأن وهم يعني معنيون بهؤلاء دون غيرهم من يعني المشاكل الحاصلة حول العالم وفي الشرق الأوسط بشكل خاص؟ لذلك نحن هنا في مبادرة نمار يعني وجدنا أن هذه فعلا هذه المشكلة، هناك إهمال، هناك عدم وعي بهذا الموضوع، هناك عدم التفاف بهذا القضية الهامة. نحن لنا فقط شهران في مبادرة نمار، واستطعنا من خلال هذه المدة أن نأتي بإحصائية تقريبية الأعداد المتواجدين في هذه الدول المعلقين، وعملنا ورشات أيضا عمل في التحدث مع الذين هم موجودين في ماليزيا، الذين هم موجودين في الهند، الذين هم موجودين في مصر وفي الصومال، واستمعنا إليهم. المشكلة إلى الآن يعني هناك يعني حتى مثلا يعني كيمنيين، يعني هناك كثير من اليمنيين لا يريدون أيضا قبول فكرة أنه أصبح لاجئ إنساني، رغم أنه لم يختر هذا الشيء، رغم أن هذا الشيء فرض عليه. البلد في حرب، تحت حرب كونية وحرب يعني أراد لها أن لا تنتهي، فهو أصبح فعلا يعني هو خرج من بلده بسبب ظروف هذه الحرب، وما زال يعني هناك منهم ما زال يرفض فكرة أنه حتى لاجئ. ما زال اليمني يرفض مسمى لاجئ. إذن هناك يعني كجانب نفسي ما زال هناك كثير منهم صعب أنه يتقبل أنه أصبح لاجئ. صحيح. ولذلك نحن في ورشة العمل وفي الورشات والندوات التي عملناها حاولنا بالتوعية بأنك أنت أصبحت لاجئ، أنت موجود في هذه مناطق العبور، ليس لك أي مستقبل، لا يستطيع اليمني أن يعيش حياة عادية، لا يستطيع أن يجد عمل، لا يستطيع أن يكمل التعليم، الظروف المادية صعبة، يعني أمور كثيرة متراكمة على هذا حياة اليمني. لذلك تقديمه لطلب اللجوء مهم جدا، لكن أيضا مثل ما ذكرت هناك تعطيل في الإجراءات متأخرة جدا، يعني كثير منتظرين الرد من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اللي هي مهتمة بهذا الموضوع. نعم، أنتم وردة في المبادرة، هل تواصلتم مثلا مع وزارة الخارجية، مع السفارة اليمنية في دول هؤلاء اللاجئين؟ ما جهودكم المتعلقة بالمؤسسات أو الوزارات التي تعنى بشؤون هؤلاء؟ قلت السفارات اليمنية؟ نعم، مثلا السفارات اليمنية، وزارة الخارجية. أيوة، لا طبعا عشان أوضح لك هذه النقطة، عندما نقول لاجئ إذن هو ليس له علاقة هنا بالسفارة. نعم. هنا أصبح علاقته هنا بالمفوضية ولكن سيدة وردة أنت تقولين الآن هناك أعداد كبيرة لم يسجلون كلاجئين، إذن هم معنيون بوزارة الخارجية والسفارة أيضا. أيوة، الذين لم يسجلوا بعد طبعا هم ما زالوا رعايا يمنيين. نعم. وما زالت السفارات مهمة، لكن لأنه نحن من بادرة تمار اهتمامنا هو فقط في هذا الموضوع، الذين هم عليهم أن نقول لهم ذلك، نقول لهم عليكم أن تقدموا كلاجئ إنساني، لأنك يعني كثير احنا على فكرة تكلمنا معهم اللي هم مثلا موجودين في الهند، اشتكوا انه فعلا يعني السفارات يعني ليس هناك يعني اهتمام من السفارات، لكن نحن في مبادرة لمار نقول لهم حاول ان تقدموا كلاجئ انساني، ونحاول ان يتم تحريك ملفهم عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. نعم. نستطيع ان نتحرك من هذا الجانب، نحن ليس لنا علاقة بالسفارات لكن مع الجاليات اليمنية. نعم. حاولنا دعينا جاليات يمنية في اخر ورشة لنا كيف يمكن ان يتكاثر يترابط مع هؤلاء اللاجئين، وكيف ممكن يحركوا معنا الملف اللاجئ اليمني. أشكرك. هذا الملف الانساني. اشكرك وردة العواضي، وانت المسؤولة الإعلامية بمبادرة لمار الدولية لمساندة اللاجئين، كنت معنا من امريكا. الان معنا اتصال من الصومال من اللاجئة أفراح. مرحبا أفراح، مساء الخير. مساء النور. أفراح، ما المعاناة التي تعيشونها هناك في الصومال؟ وقد كان قبلك متصل أيضا من نفس الدولة، ما المعاناة التي تجدونها هناك؟ والله أول شيء السلام عليكم. ثاني شيء المعاناة كثيرة داخل الصومال، من ضمن المعاناة أول شيء اللهجة، ثاني شيء التعليم. هنا يرضوا لك انك تدرس للثانويه، وبعد الثانويه الجامعه صعبه، خاصه انه اليو ان متحمل يدرسك الثانويه بس الاعداديه، وبعد كده الجامعه تدبر نفسك. حتى لو درست الثانويه والجامعه ما راح تلاقي شغل، لانه في الصومال
اغلب الشغل الاشغال اللي في بها بالوساطه او بالقرابه، فلازم يكون معك شخص وسيط ويوسط لك العمل هذا. ثاني شيء الصحه ليست متكامله، لنا دحين تقريبا 16 يوم. نعم افراح تسمعينني؟ نعم، إذا حتى نعاود الاتصال بأفراح. الآن معنا مجاهد السعيدي وهو لاجئ في صربيا. مرحبا مجاهد. مرحبا. مجاهد، نحن لا نسمع كثيرا عن صربيا ومن يعيشون هناك، أنت كشخص أصبحت تعيش هناك، كيف هي الأوضاع بالنسبة لليمنيين؟ هي بالنسبة للاجئين بشكل عام وليست محصورة باليمنيين، لأن صربيا تعتبر محطة عبور، ولكن أغلب الشباب يذهب من تركيا إلى اليونان لغرض الحصول على الإقامة اليونانية، ولكن عندما يذهب إلى المنظمات باليونان يتم إعطائه طرد من اليونان لمدة 30 يوم، فيضطر للذهاب إلى بوابة أوروبا اللي هي صربيا، وهناك كل الحدود مغلقة، كرواتيا مسكرة حدودها تماماً، رومانيا كذلك، وكمان المجر، فهذه الدول كلها هي موقع يستقبل لاجئين ولكن لا يستقبلوا. والمشكلة الثانية أغلب الشباب يعني لا يجد، هناك مهربين كثر ويطلبوا مبالغ مالية ضخمة، ويعني يحتاج الشخص من 10 إلى أكثر من 20 محاولة لكي يصل بعد معاناة وخسارة أموال طائلة. مجاهد، الأغلب لا يجد شيء. منذ متى وأنت في صربيا؟ أنا منذ 6 أشهر، ولكن في شباب أعرفهم لهم من أكثر من سنتين، وناس من سنة ونص عالقين، يعني حتى يذهب إلى المنظمات يقدم على العودة الطوعية. اليمن من ضمن الدول التي لا يستطيع العودة. كم أعداد اليمنيين في هذا المكان في صربيا؟ في الكامب اللي أنا متواجد فيه تقريبا 50 شخص، وفي كمبات أخرى في مدن ثانية يعني تقريبا بحدود 200 شخص. نعم، إذن هذا العدد الموجود ومنذ أشهر وبعضهم لسنوات، كيف يعيشون أو كيف تعيشون هناك؟ هناك كامبات تبع المفوضية السامية، ولكن يعني الطاقة الاستيعابية للكامب الواحد ما يعادل 200، ولكن في هناك أكثر من 1000 لاجئ في كل مكان، فالأغلب لا يجد حتى خيمة ينام فيها، البعض ينام بالعراء، والبعض وكمان يعطوك الوجبات ولكن أكل غير صحي وغير كويس، يعني لا يكفي الشخص. إذن مجاهد، ما الذي يدفع أغلب الأحيان ينتهي؟ نعم، ما الذي يدفع هؤلاء المتواجدين في هذه المنطقة على البقاء لسنوات؟ يعني ألا يوجد بدائل؟ ألا يوجد هناك خط رجعة إلى اليمن وإن كانت تعيش هذه الظروف، ظروف الحرب؟ يعني الأعمار تمضي وهم منتظرون في مكان ليس له أي مستقبل أو أي وعد مسبق من أي منظمة أو من أي جهة. نعم، صربيا تعتبر حفرة عميقة. لا، أنت عندما تذهب إلى إدارة الكامب وهي المعنية باللاجئين تقدم طلب العودة الطوعية، اليمن من ضمن الدول التي لا تستطيع العودة إليها، يعني أنت حتى لو تقول لهم أنا بدي أسافر على حسابي يمنعوك، إذا بدك ترجع بدك ترجع تهريب، وإذا بدك ترجع تهريب يعني موضوع يكلفك مادياً مثل ما بدك توصل أوروبا، فإذا كانت عندك القدرة المادية أنك توصل أوروبا أكيد ما بدك ترجع اليمن. نعم، إذن أنت مجاهد، هل توجهت من اليمن مباشرة إلى صربيا تقصد أوروبا، أم أنك كنت في دولة معينة عشت مدة ثم قررت الذهاب إلى أوروبا؟ أنا كنت أعيش في الأردن، وبعدها ذهبت إلى تركيا، ومن تركيا إلى اليونان، وكنت في جزيرة يونانية ل8 أشهر، لم أحصل على أي شيء فيها، فقررت الذهاب إلى صربيا، ومن صربيا حاولت أكثر من 10 مرات ولكن لم يحالفني الحظ. هناك ناس وأشخاص قليلين جدا يصادفهم الحظ
ويتوفقوا ويوصلوا إلى النمسا. يعني المحاولة التي تقصدها مجاهد، المحاولة التي تقصدها التهريب أم تقديم أوراق أم ما شكل هذه المحاولة؟ التهريب، التهريب أكيد، يعني نعم. كل شيء غير شرعي. نعم إذن حتى أنت في صربيا ليس لديك أي أوراق ثبوتية، يعني كثير معاملة عنصرية جدا، حتى في بعض الأماكن لا يستقبلوك، مثلا زي سوبر ماركتات، محلات، الماركات، أي شيء، يعني ما عدا الأسواق الشعبية. نعم إذن أنت طوال هذه المدة هل تواصلت مع جهة معينة أو مع السفارة، إن كان هناك سفارة في صربيا، مع وزارة الخارجية، مع منظمة، مع من تواصلت طوال هذه الفترة؟ لا يوجد هنا أي، يعني حتى جالية يمنية لا يوجد في صربيا تقريبا، لا يوجد سفارة. نعم الموضوع غامض جدا. نعم إذن أشكرك، يعني كنت معنا مجاهد السعيدي من صربيا، وأنت هناك تنتظر العبور إلى أوروبا، وأتمنى لك التوفيق. الآن عدنا لأفراح من الصومال، سقط الاتصال مرة أخرى. إذن شوقي نعمان من الأردن، تفضل شوقي. شوقي عبد الله، شوقي الزريقي. نعم تفضل شوقي. والله أنا بدي ألخص تقريبا 4-5 نقاط ما يعانيها اللاجئ اليمني في المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. البند الأول هو حرمانهم من حق العمل، وعدم قدرة المفوضية على إيجاد البديل وتوفير سبل العيش الكريم بالحد الأدنى عبر تقديم مساعدات مالية منتظمة للاجئين اليمنيين. عدم توفير حماية حقيقية لحاملي وثيقة الحماية تمنعهم من الترحيل القسري. عدم تمكين اللاجئ اليمني من حقه الرئيسي في مقابلات تحديد اللجوء، زي يعني نفس السوري والعراقي والصومالي. منح مواعيد تسجيل وعدم الالتزام بها حتى نعم. الآن من أكثر من سنتين، السؤال يحتاجون الحماية بشكل عام والرعاية الصحية بشكل السؤال هنا شوقي مع قضية وليد الجمالي في العقبة. نعم شوقي، الذي منذ متى وأنت في الأردن؟ أنا من 2013. ذهبت للعمل أم ذهبت للجوء؟ أنا ذهبت للجوء، بس اضطريت بحكم أنه ما في مساعدات ولا دعم. نعم. اضطريت أني أشتغل لكي أوفر لقمة عيش لي ولعائلتي. يعني أنت هناك منذ 7 سنوات في الأردن ولم تجد بديل عن الأردن، أو حتى يعني وظيفة يعني تضمن بها لقمة عيش لأهلك في اليمن. في كمان في شيء ثاني، محاربة اللاجئ اليمني في الأردن، بحيث إنه أنت لما تروح تشتغل لكي تبحث عن لقمة عيش لك ولعائلتك، يقول لك إذا كنت تتمتع باللجوء أو لديك وثيقة لجوء من المفوضية السامية يمنع عنك إعطائك تصريح عمل أو إقامة دائمة لكي تستمر في عملك وتجد لقمة عيش لك ولعائلتك. نعم إذن في نعم. قضية ثانية كمان فضل. قضية الأستاذ وليد الجمالي في العقبة، هذا الشخص دخل هو عائلته الأردن على أساس لجوء وسجل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصار معه مشاكل صحية ودخل مستشفى خاص، تراكبت عليها ديون تقريبا 30,000 دينار، ولم تعترف فيها المفوضية بحكم لديه وثيقة لجوء من المفوضية السامية. في إشكالية كمان لدى اللاجئ اليمني في الأردن، هي عدم إضافة الأقارب من الدرجة الأولى اللي هي الزوجة والأطفال. يعني أنا عندي ملف استطعت إني أضيف طفلتي فقط، لكن زوجتي لم أستطع إضافتها. يعني زوجتي مهدد بالخطر في أي وقت في الترحيل القسري بسبب أنها لم تضاف لملفي ولم يتم تسليمها ملف خاص فيها. نعم أنتم أيضا شوقي لديكم مشكلة في الأردن، وهي فارق صرف العملة في الأردن، والمعيشة هنا غالية جدا. كيف تدبرون أموركم والمدخول أيضا من قبل، يعني من بعد الوظيفة أو من خلال الوظائف التي تشتغلونها متدني، كيف يمكن أن توفق بين الدخل المتدني وبين المعيشة الغالية في الأردن؟ صراع مزمن نحن بهذا المجال، نصارع تقريبا المفوضية السامية كل نهاية سنة تعطينا 200 دولار. طبعا أنت ال 200 دولار لما تجي تحسبها، هل هي مقابل إيجار أم مقابل أكل شرب لك ولعائلتك؟
في إشكالية في الأموال، في علينا ديون متراكمة، يعني الوضع سيء جدا للغاية. ولما تجي تتصل بالمفوضية السامية لحل حالة أمورك أو ترحيلك إلى بلد آمن، لأن الأردن تعتبر منطقة عبور، يرفض مقابلة اللجوء لتحديد وضع اللجوء لأي بلد أخرى من دول أوروبا. الجالية اليمنية في الأردن كبيرة جدا وهي من أكبر الجاليات تقريبا، هل لها مثلا جهود تجاه هؤلاء اللاجئين أو حتى تواصل مع السفارة أو مع وزارة الخارجية بشأنكم؟ والله للأسف أقولها بمرارة، لأنه نحن نعاني حتى لما نطرق باب السفارة، يعني الآن السفارة لم تجد لنا حل لا مع مفوضية اللجوء. تعرف أنه اللاجئ اليمني في الأردن عشان يبحث عن عمل يطلب منه إلغاء اللجوء، يقدم على تصريح وإقامة عشان يحصل على عمل، أنه يشتغل يوفر دخل له لعائلته، يذهب إلى المفوضية السامية يقولوا ما في عندنا كتاب إلغاء، وتروح على الداخلية يقول لك لا أروح على سفارتك، ترجع على السفارة، السفارة أو الجالية اليمنية لم توجد حل لليمنيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. أشكرك شوقي، وأنت لاجئ في الأردن، شكرا جزيلا لك. الآن معنا نشوان الرازحي وهو ممثل الحملة الإنسانية لمساندة اللاجئين في مناطق العبور، وأنت معنا من الأردن، مرحبا بك سيد نشوان. أهلا وسهلا فيك سيدي الكريم. إذن الأوضاع سمعناها من متصلين معنا اليوم، هناك مشكلة واجهها الكثير، إما أن يسجل في المنظمة وإما أن يحصل على عمل، كيف يمكن أن يفعل هذا اللاجئ وهو في دولة غير دولته؟ سيدي الكريم، أولا نشكركم على الاستضافة وأشكركم على اختيار موضوع مهم جدا ويهم شريحة هامة وللجالية اليمنية واللاجئين بشكل عام في الأردن. سيدي العزيز، قبل التطرق على والإجابة عن سؤالك، في شريحة مهمة لابد أن نتكلم عنها اللي هم اليمنيين أصحاب مقدمين طلب اللجوء، وإلى الآن لم يتم تسجيلهم في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهؤلاء عددهم ما بين 1,000 إلى 3,000 يمني طالبين التسجيل بمفوضية اللجوء. أعطوهم مواعيد من 2019 والبعض منهم من 2018 إلى اليوم وإلى الآن وما بعد كورونا لم يتم تسجيلهم، وهؤلاء هم الأكثر تعرض للترحيل، لأنه انتهت إقاماتهم أو ما عندهمش إقامات، انتهت تأشيراتهم وفي أي وقت مهددين بالترحيل، يعني في أي وقت من الأوقات ممكن على أنه يتم مسكه في الشارع في أي مكان وترحيله. هذه هي مهم أنه نتكلم عن هذه الشريحة قبل أنه نتطرق للسؤال للإجابة عن سؤالك. فيما يخص سؤالك سيدي الكريم أنه كيف بدنا نتكلم عن موضوع العمل وما بين اللجوء، هذه تتعارض أولا مع المواثيق الدولية. صحيح. ومع معاهدة اللي هي اتفاقية 1951 حول اللجوء، لأنه لابد من توفير حق التعليم، حق الصحة، حق الحماية، حق العمل، حق الفكر، حق الدين، يعني للاجئ بشكل عام. لكن عندما تأتي كلاجئ يمني، هو بس للاجئ اليمني، يطلب منك على أنه تسقط حقك الإنساني اللي هي ورقة المفوضية في مقابل على أنه ممكن يعطوك تصريح العمل، وهنا تأتي المتغيرات أو الأشياء اللي ممكن تصيب الشخص أو اللاجئ بالصدمة، أنه البعض منهم، البعض من اللاجئين يتنازل على حقه الإنساني باللجوء ويذهب لقطع تصريح ليفاجأ برفض إعطائه تصريح عمل ويطلب منه مغادرة الأردن خلال فترة معينة. هنا لا تستطيع المفوضية أنه تعمل معه شيء، لأنه أسقط حقه الإنساني، وكذلك في القانون العمل وقانون البلد الأردني يتم ترحيله. نشوان، هم الآن أعداد كبيرة ليسوا لاجئين، أين هي وزارة الخارجية، وزارة حقوق الإنسان، المغتربين، كل هؤلاء أين هم؟ يا سيدي الكريم، أولا كأعداد هو حوالي الجالية اليمنية ما يقارب 27,000 في الأردن، بينهم حوالي 14,750 لاجئ ولاجئة، يعني أنت بتتحدث على أنه أكثر من النصف لاجئين. تمام. كمان الخارجية إحنا دائما ما نأمل منها أنه تتحرك في هذا الجانب، وخاصة أنه الكثير منهم إما رعاية كونهم جالية أو اللاجئين
لكن أعتقد على أنه في تقصير نوعا ما من الخارجية في هذا الصدد، يعني رغم أنه مناشداتنا المستمرة بهذا الخصوص. إذن سؤال لكن نعم سؤال أخير سيد نشوان، ما جهودكم أنتم في الحملة؟ صراحة يا سيدي العزيز أكون صريح معك على أنه الحملة تعمل عمل ومجهود جبار، خاصة في الأمور المتعلقة بالاحتجاز وبالترحيل وبالكثير من القضايا القانونية التي تتعلق باللاجئين أو أولئك المقدمين على اللجوء ولم يحصلوا على حق اللجوء لليوم. حملتنا طبعا في أنحاء المملكة في جميع المحافظات، أي شخص أو أي لاجئ بيتعرض سواء للاعتقال أو للتهديد بالترحيل بنحاول بشتى المجالات وبالطرق الممكنة على أنه ما يتم ترحيله، رفع مذكرات من المنظمات الشريكة للمفوضية وإيصال قضيته إلى البرنامج الحماية في المفوضية، عل وعسى أنه ما يتم ترحيل اللاجئ، لأنه كما تدرك سيدي الكريم على أنه اليمن بلد حرب، بلد منكوب، صعب على أنه اللاجئ يعني هو سافر من أجل الحصول على الأمن والأمان والمستقبل الأفضل ليفاجئ بالترحيل القسري إلى بلد منكوب ويعيش في صراع. أشكر. كما أنه تدرك أنه اللاجئ ممكن أنه معرض حياته للتهديد للقتل في حالة عودته قسرا إلى البلد الأم. أشكرك نشوان الرازحي وأنت ممثل الحملة الإنسانية لمساندة اللاجئين في مناطق العبور، كنت معنا من الأردن. الآن معنا أيضا مقاطع فيديو وصلتنا من الأردن يحكي فيها اللاجئون هناك معاناتهم التي يعيشونها على الدوام في دول اللجوء ومنها الأردن. اللاجئون اليمنيون في الأردن نعاني من التهميش ونعاني في ملفاتنا، ولم يتم النظر إلينا بعين الاعتبار، ولم يتم الاعتراف بنا كلاجئين، علما بأن نحن مقدمين من عشرات السنين، ولم يتم دراسة ملفاتنا والاعتراف بها كلاجئ، ويعطونا هذه الوثيقة، وثيقة اللجوء الذي تحمل شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة مفوضية الإنسانية، علما بأن حامل هذه المفوضية لا يخول له بأن يكون له تصريح عمل، وعلما بأن المفوضية لا تقوم بمساعدة أو دعم اليمني بأي مساعدات نقدية أو غذائية نهائيا. أحد اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية، اللاجئ اليمني في الأردن يعاني من تطنيش وتهميش من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. من المعاناة اللي يعانيها اللاجئ اليمني هي عدم حصوله على اعتراف رسمي من المفوضية كلاجئ، عدم حصوله على الجانب الصحي، تعليم الأطفال غير ممكن بالنسبة للاجئين اليمنيين، أسوة بقية اللاجئين. كذلك يعاني اللاجئ اليمني من الإبعاد، في ناس كثيرة بالسجون الأردنية، وعدم الاهتمام من قبل المفوضية باللاجئ ومتابعته. نحن بالأردن لن نتلقى أي مساعدات أسوة بقية اللاجئين، منها المساعدات المالية حتى الصحية كمان موقفة علينا. إذن هذا جزء من كل، ونتمنى وقد أصبح لدينا حكومة جديدة أن تعنى بأحوال هذا المواطن سواء في الداخل أو الخارج. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المنصة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.